إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسأله الخير كله ونعوذ به من الشر كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له إله واحد ونحن له عابدون مطاعون وباستعباده لنا مشرفون ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ عنه سبحانه وتعالى مراده من الخلق وشاهد في الله حق شهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون بعد أن تحدثنا في الخطبة الفارطة عن بعض النزل القليل من فضائل القرآن الكريم ووعدتكم اليوم بأننا سوف نتكلم بإذن الله تعالى حول آداب المعاملة مع كتاب الله أو الآداب المتعلقة بالقرآن الكريم إذا عرفنا قدر شيء ما وجب علينا أن نتعامل معه طبقا لما هو أهل له في الحقيقة نسعى أن نكون متأدبين رب يرزقنا جميعا الآداب في حضرة القرآن الكريم والآداب مع جميع خلق الله و الآداب مع كتاب الله أيها الأخوة هناك آداب متعلقة بالمعاملة مع المصحف وهو ذلك الكتاب الموجود بين الدفتين الذي يحوي كلام الله وهناك آداب متعلقة بكتاب الله أو بمحتوى هذا المصحف بصفة عامة يعني نبدأ من المحسوس اللي نشوفه قدامنا وبعد نمشي للمعنى إن شاء الله المعاملة مع كتاب الله مع المصحف أول حاجة نعرفها أيها الأخوة أنه كما قلنا قال رب سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في آخرها المؤمن إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما نمس المصحف هذا إلا نكون على طهارة. بطبيعة الحال نتكلم هنا على الطهارة الكبرى للمسلم فيها، وكذلك الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى هي الغسل من الجنابة، والطهارة الصغرى هي الوضوء. يعني ما نلمسش كتاب ربي إلا وأنا على وضوء. قالوا سيدنا العلماء فقط ثم استثناء، اللي يبدأ يحفظ في القرآن مش يسر عليه، خاصة طلبة العلم الشرعي. ثم مدارس تعليم القرآن عندنا كامل، هو المصحف بيده يحفظ ويكرر. فهذا قالوا ينجم يمسك المصحف وهو مش على وضوء، لأنه غايته هو الحفظ. ولكن نحن البقية في بقية الحالات مسك المصحف هو لغرض التلاوة، والتلاوة هي عبادة. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة كتابه. فهذا يتوجب أن نكون طاهرين عند مسك هذا المصحف. كذلك كي نبدأ عندي مكتبة في الدار ما شاء الله كتب، من الكتاب القرآن أو مصاحف، نشوف عندي أكثر من مصحف في الدار، إجلالا واحتراما لكتاب الله نحطه من فوق، لأن هذا يعبر على معنى باطني على نحن. رو هو قبل كل شيء، رو هو عنده الأولوية كتاب ربي، ولذا هو الأعلى احتراما لي. ما نمتهنش أكل مصحف هذاك ونحطه فوقه كتاب آخر غيره. كذلك المصحف، والحمد لله هذا الأمر نسبه لتعاطف بالبديهة، وخيرنا الكل ربي بات فيه، ما نحطش المصحف على القاعة على الوتر، وإنما نحطه في مكان مرتفع شوية أرفع من غيره. إذا هذا فيما يخص المحسوس من المعاملة مع القرآن. كانوا قبل سادتنا من تعظيمهم لكتاب الله يوصل حتى بعطرك المصحف هذاك. هي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت قبل ما تخرج الفلوس تتصدق بها تعطرها، قولوا لها علاش يا أم المؤمنين، وتقول لهم على خاطر الصدقة تجي في يد ربي قبل ما تجي في يد مستحقها. فأنا نحب مش ضد ملك الملوك سبحانه وتعالى، حاجة يعني طريق. فالمصحف كان يعني اهتمام بالمصحف من زمان وما زال وسيبقى بإذن الله. الاهتمام بالمصحف يعني شيء أكثر من الحاجة الأخرى. نتحدث لتلاوة قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن قلنا التلاوة فيها مراتب، أو القراءة منها الحذر، منها التدوير، التلاوة أو الترتيل، يعني النسق هذاك، نسق بدون أداء وإلا متوسط وإلا سريع. نسق سريع وقت اللي نبدو راجع في القرآن نحفظه مثلا، مش يقولوا سادتنا، يقولوا القرآن اسأل عليه شكون الكرارة اللي يكرر ويعاود يقرأ ويعاود، خاطر القرآن يتفلت. قال سيدنا علي في معنى ما قال، قال يتفلت أكثر من الإبل. وقال يعني القرآن يعني غلبته وغلبني وغلبته في آخر غلبني، لأنه في برشا أيام متشابهة وكلام. نرجع قلنا إذا القراءة نتاعو الحذر هذاك بسرعة أو التدوير هذاك يكون للناس اللي تراجع في الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن
وتجي مرتبة أخرى بين بينه. هذه قد يكون في التراويح ساعات حتى التراويح نعملها أسرع من هذا، نسق يعني متوسط. ونحن كي نقرأ القرآن وحدنا مطالبين نطبق الآية تقول ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل يعني لتؤذن بشوي بشوي، وعندها معاني أخرى وقالوا كذلك بشوي يعني أجزاء أجزاء إلى آخره. المهم إحنا مأمورين بترتيله، ما نبداش نقرأ فيها كيف. علاش؟ لأن وقت نقرأ بسرعة المعاني بلاش مش نستسيغها. المعاني هي كبيرة يعني في المعنى عظيمة ياسر وكلها، فمش مش منه أين نمر عليها مرة الكرام نبدأ نزل نقرأ ونزل نقرأ ونزل، لا نقرأ في عقلي ونتمعن ونقف عند الآيات. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم مرة قام الليل كامل بآية واحدة هي اللي فيها تعذبهم فإنهم عبادك إلى آخر الآية، ليلة كاملة هو يقرأ فيها. أمنا عائشة ليلة القدر تردد في آية واحدة، إيش هي الآية هذه اللي ترددها أمنا عائشة ويعني حفظناها عليها يعني كل مرة في ليلة وبقول ليلة القدر ليلة 27 لكن مش بالضرورة بطبيعة الحال تكون ليلة 27. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. تعاود فيها وتعاود فيها وتكرر فكلينا المباركة بطبيعة الحال هنا فرصة باش نتذكروا دعاء تاع الليلة المباركة هدية زاد على أمنا عائشة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واحنا ندعو بها إن شاء الله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. أفضل ما يعني الدعوات مأثورة على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. تدبر القرآن الكريم كذلك نحن مأمورين به. قال ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال، والعياذ بالله. وكأن ما يتدبرش القرآن القلب نتاعو على قفل. ربي بعد علينا الأقفال إن شاء الله يا ربي، ويجعل صدورنا مفتوحة باش تستوعب وتتدبر القرآن الكريم وتتروى ونكونوا من ذوي الألباب. القرآن نقولوها ونعاودوها ونقولوها، ننصح روحي وننصح خيالي نحفظ القرآن ونقرأ القرآن وندرس القرآن ونتدارس القرآن، راه فيه فضل كبير. وهو طالع علمنا البقية، طالع علمنا الفقه، وطالع علمنا الأخلاق. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي، وفي حديث آخر أو في رواية أخرى قالت كان خلقه القرآن. رب إن شاء الله يجعل خلقنا القرآن الكريم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه. أيها الأخوة، في حقيقة الأمر لو نحب نعدد الآداب المتعلقة بهذا الكتاب الكريم ما نجموش، غير أن هذا نتذاكر في بعض منها في النزل القليل منها. قال ربي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرق بين السماع وبين الإنصات.
النشر نكون نسمع فيك وما نيش منصط ليك. السماع هذه أعطيك وذني كما قولها لحنا، والإنصات أعطيك قلبي كله نسمع ونتفكر في الشيء اللي قاعد تكون فيه. مش كما واحد المثل هذا ذكرته اليوم، أعطيك سماعي لما قرني أنا فاهم فيه في حاجة، واحد الطالب فاهم فيه كذا وهو ما فيش يشوفه، وقال لي يا استاذ اعطاني خبر حسن يوم مش عارف صار كذا، يعني انا نحكي معاه في حاجه وفي حاجه. قلت له هذاك يمكن قال له يا بابا 100 من المال دخلوا في الغار، فك الغار. تعرفوه المثل، مره واحد ينصح في ولده وجاي ما عنده الولي، الاب كيبدا ينصح في ولده يجيبها من قلبه كما يقولوا، يا وليدي اتقي الله، يا وليدي كذا، ينصح بحسن المعاملة بالصدق في المعاملة و و و إلى آخره. هو كمل، قالوا لي شنو؟ قالوا يا بابا 100 من المال دخلوا لك الغار، يعني راني مش اللي قاعد نسمع فيك، مش اللي قاعد ننصت، أنا قاعد العند في المال اللي دخل لك الغار هذاك. أما نحبوش احنا المثل والعياذ بالله ينطبق علينا تاع 100 من المال دخلوا في الغار. كذلك ما نحبوش الناس تكون غافلة على القرآن الكريم، نقرأه ما استطعنا، نحاول نجعل ورد يومي من القرآن الكريم ونعمل ختمات متواصلة. يا سيدي ختمة في كل شهر، يا سيدي ختمة في كل شهرين، في كل شهرين هو فيه قديش من حزب؟ 60 حزب في كل شهر، نهار نعمل حزب نولي كل شهرين نعمل ختمة، كيف كل نهار نعمل زوز أحزاب جزء هاو يجيني ختمة في كل شهر وهكذا. واحنا نقراو باش نتعدوا على الآيات الكل ونعاود ونرجعوا. نعرف نحن الخيال موجود هاو المطوع ربي بارك فيه، يعني متطوع في أحد المساجد في وسط تونس العاصمة عم محمد عندي مدة نصلي بيه غادي، قال لي نختم القرآن كل نهار مرة. هاو شو تطوع الرجل هذا؟ متقاعد في محل المسجد كذا، شيء في الدار، شيء في الشامة، ولا قال لي يظهر الغريبين في المسجد وفي يستنى في الصلوات، يستنى في الأذان، يستنى في الإقامة. قال لي نختموا كل نهار مرة، يعني في الشهر 15 مرة، 15 أضربها في 12 وشوف قداش زعما نسمعوا روحنا، قداش كل واحد فينا في حياته يختم من مرة القرآن. هاو عندنا فرصة للي ما يحسنش القراءة، هاو في التراويح نعبر في ختمة في التراويح يسمع، لأنه عنده ثواب كبير في هذا. وعندنا الوسائل اليوم متاحة كثيرة، نسمع من التليفونات، نسمع من إذاعات، من الكافس، واللي ما يحسنش القراءة وهم قليل والحمد لله ربي ينورهم ينورنا إن شاء الله نور الجميع، يحل المصحف اللي يتفرج فيها كاو يرس عبادة، هاي الكعبة اللي يتفرج فيها عبادة، حتى تقرأ في الدرس يتفرج في بيت الله الحرام عبادة. قال يقول هذا يتفرج في الحجر هذا، والأخرى يتفرج في أوراق وحروف. نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. هذا أول حديث موجود في كتاب على منظور رياض الصالحين. علاش؟ النية هي بها الحاجة. أقرأ القرآن بنية التعبد، بنية التلاوة، بنية الذكر، بنية الشفاء. حسن ظنك في ربي وقل ربي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء، أو قال أنا عند ظن عبدي بي. أي نعم، بارك الله فيك، ربي بارك فيك. أنا عند ظن عبدي بي، كان ظنيت بي خير فهو لك، وكان والعياذ بالله كما الغير فهو لهم، الله لا يجعلنا منهم. إذا أنا عند ظني عبدي بي فليظن بما يشاء. انا ظني اقرا
القرآن يا ربنا شفاء ظاهر وباطن زاد نوسع. احنا رانا مع الملك مع ملك الملوك مع ربي سبحانه وتعالى نعظم المسألة. يا ربي شفيني ظاهر وباطن بهالقرآن هذا والظاهر عيناتي ودرياتي وسبيقاتي وآي ظاهري وآي مسلاني وآي مدعي والباطن بالقلب هذاك محل الإيمان هذاك وهو في الحقيقة القرآن دواء وشفاء. يا ناس تداوى بالقرآن وتعرف الفرق ما بين الدواء والشفاء. الدواء ليش نعطيني الطبيب دواء وليش يشفيني وليش ما يشفينيش ولكن تقول لك شفاء مضمون القرآن شفاء نعم هو شفاء والفرق فيه كذلك. قلنا فما أفضل كبيرة لبعض الآيات وبعض الصور وغيرها هو شفاء الحقيقة قبل كل شيء شفاء بما في الصدور. وننزل من القرآن ما في مفهوم الآية ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كانوا قبل في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني ناس ما أمنوش بسيدنا ولكن كي يبدا في مكان يقرا فيه هو الصحابه في القران بصوت مسموع منهم على منظر ابو جهل يمشي يبدا يتصرف يشد بقعه كذا بقعه ويقرا كلام جميل الكلام يدخل القلوب خاطر القلوب هذيك بتاع ربي. من المره هو يسمع واحد اخر كيف من الكفار يسمع وراه هو عمل هكا تلفت كذا استنفيه يعني شوفوا زوج مش واحد يسمع. واليوم بالتجارب عملوها ناس ما تفهمش اللغه العربيه وقروا وسمعوهم القران فمش اللي بدا يبكي العرب والنباتات والماء يقروا عليه القران كيف كيف حتى الداخل بتاعه نقولوا احنا التركيبه بتاعه تتغير. شوفوا سبحان ربي لانه الحاجات التي لا تعقل مع القرآن تولي تعقل. شمادات ماء نبات عم تجارب مرة نبتة سمعها القرآن ونبتة أخرى سمعها كلام إسماعش مشبه تعاك هذيك تخار تشيخ والأخرى تثبان مسيكنا. شوفوا القرآن فبالك بقلوبنا نحن ليش نشغل قلوبنا قاسية ما نهجروش كتاب ربي وهذا الشهر هو كتابه يعني شهر القرآن. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا حنان ويا منان يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يا من أكرمتنا بالقرآن وأكرمتنا بالإسلام وأكرمتنا بأن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وأكرمتنا بأن جعلت نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أكرمنا يا رب ولا تهنا واجعلنا ممن يقرأ القرآن ويكون له حجة ولا تجعلنا ممن يقرأه ويكون عليه حجة يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويعمل به يا رب العالمين. اجعلنا من المتأدبين والمتخلقين بالقرآن يا رب العالمين. اجعلنا يا رب ممن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه يا رب العالمين. اجعله يا رب حجة لنا ونورا في قبورنا يا رب العالمين. اجعلنا من خدام القرآن. اجعلنا ممن يحفظ القرآن أو يتعلم القرآن ويعلمه حتى نكون من الأخيار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا ونقيها من الشوائب يا رب العالمين. طهرها ونقيها مما سواك يا أكرم الأكرمين. اجعلنا من عبادك المخلصين. اجعلنا من عبادك المخلصين من الصادقين من الصديقين من المتصدقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين و
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانك إلى يوم الدين. يا ربي أكرم بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اجعلها يا ربي في رخاء، أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، يا رب احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد إلى يوم التناد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي كلمة وراية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، يا رب ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اهد الراعي والرعية والشباب والذرية يا رب العالمين. اللهم اعطي لكل من الحاضرين من الخير ما تمنى، يا رب اعطي لكل من الحاضرين من الخير ما يرجوه منك يا الله، يا رب اعطي لكل من الحاضرين من الخير ما يتمنى وما فيه خيره وما فيه رزاق يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، وأنشدنا يا راحم المستضعفين، وأنشدنا يا راحم المستضعفين، وأنشدنا يا راحم المستضعفين، وأعذنا من مكر الماكرين وصفوة الظالمين وكيد الشياطين يا رب العالمين. اللهم نسألك غيثا نافعا ترمي به الفؤاد، وتطهر به الأجساد، وتثبت به الأقدام، وتسهل لنا به الفتح، وتشفي لنا به الأسقام، يا من يقول لشيء كن فيكون بلا تمهل ولا اهتمام. واختم اللهم لنا بخاتمة الإسلام والإيمان والإحسان يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بدر التمام وآله وصحبه الكرام، ما صلى عليه مصلي أو غفل، وكافة الأنبياء والرسل. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفورا لكم إن شاء الله، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.